يا مساء الخير عليكم، يوم جديد وحلقة جديدة من انبوكس. والنهاردة زي ما معودين حضراتكم الحلقة ان شاء الله تبقى حلوة، فيها فقرات كتير ممتعة جدا استنوها معانا. لكن قبل ما نبدأ خلينا بقى نرحب بأحلى نوران عطلة وأحلى فاروق. حبيبي أحلى بيبو، ازيك يا بيبو؟ عامل ايه؟ منوريني والله. والله يعني خليك عندك عصير؟ منورينك. ازيك يا بيبو؟ ازيك يا نور؟ الحمد لله. اخباركم ايه؟ الحمد لله كله حلو؟ كله تمام. الدنيا حلوة ولطيفة؟ كله حلويات. ها؟ كله حلويات. المود مال النهاردة؟ المود مال بس انا شايف المود حلو يعني. الحمد لله. يعني ما شاء الله الروح الرياضية بينكم عالية وكبيرة، مش عايزين نتكلم على المواضيع اللي بتحصل لكن دي روح رياضية. أنا ورؤى أصدقاء طبعاً، ويعني هو بيبارك لي وأنا ببارك له، والحياة حلوة. مبروك للزمالك طبعاً يعني بشكل كبير يعني. طبيعي. اوكي انا مريح دماغي قوي من موضوع الزمالك والاهلي والكره عموما، بس انا بحب اتفرج عليكم يعني. بحب اتفرج على اتفرج على اللعبه الحلوه يا سيدي. بص بقى طبعا بنبارك ونهني طبعا فوز نادي الزمالك بكاس مصر، الف الف مبروك طبعا. كانت مباراه هائله جدا، وكمان كان الاحلى الروح الرياضيه اللي كانت ما بين الفرقتين، خصوصا من الممر الشرفي اللي اتعمل بكل فخر للعيبه النادي الاهلي، ودي حاجه طبعا حلوه جدا بقينا نشوفها مؤخرا ما بين الفرق والانديه الرياضيه في مصر. كل التهاني لنادي الزمالك. دلوقتي طبعا هنتكلم معاكم بقى عن فقراتنا زي ما احنا معودينكم. النهارده معانا فقرات حلوه جدا ومختلفه، هنبدا معاكم من الاخر للاول. النهارده طبعا معاد فقرتنا الرياضيه المميزه جدا اللي بيقدمها فاروق ان شاء الله، وبرده يكون معانا يعني في اخر فقراتنا ان شاء الله فقره هامه جدا والفكره حلوه قوي، وهي اسمها ترام الوان. الموضوع عباره عن ايه؟ عباره ان احنا يعني ازاي ممكن نستغل كل حاجه في حياتنا كبدائل يعني، وان هي كمان ما تكونش حاجه مضره للبيئه. بنتكلم عن الوعي البيئي. طبعا احنا عارفين ان مصر ان شاء الله هتستضيف الفتره اللي جايه قمه المناخ يعني بشكل كبير جدا ودولي في شرم الشيخ ان شاء الله، وقد ايه كمان برضو ان احنا مهم جدا ان احنا كلنا يكون عندنا الوعي والثقافه يعني ان احنا ازاي نحافظ على البيئه بمختلف بقى الاتجاهات كلها. فالنهارده هيكون ان شاء الله منورانا كده ايه ندى، وهي ندى يعني صاحبه الفكره دي، هتكلمنا عن المشروع ده بشكل تفصيلي. بالظبط يا فاروق. كمان بقى هنتكلم على حاجه حلوه قوي، ويمكن احلى حاجه في حياتنا هي اجدادنا، سواء جدك او جدتك. لكن النهارده بمناسبه اليوم يوم الجده، فاحنا هنتكلم عن جدتنا وازاي كانت بتعاملنا او ازاي لسه بتعاملنا لو لسه موجوده، وكمان ذكرياتنا بقى مع اجدادنا، ولان كمان يعني بيقولوا اعز من الولد ولد الولد، فبيبقى دايما كده اجدادنا بيعاملونا معامله مختلفه خالص عن بابا وماما طول الوقت. فتلاقيها كده فيها حاجه مختلفه. احلى ايام عشناها في بيت جدتنا طبعا وجدنا، كنت دايما بستنى الاجازه عشان اروح. بالنسبه لي الاجازه كانت بتبدا لما كنت طبعا بروح اقعد عند جدتي في الصيف. اكيد فقره حلوه جدا وهنتكلم فيها، ونستنى كمان مداخلاتكم تقولوا لنا انتوا بتعملوا ايه، وهل ليكوا ذكريات حلوه ولسه مستمره معاكم ولا لا. اما دلوقتي زي عادتنا دايما بنحب نسلط الضوء على النماذج والمشاريع الناجحه جدا والمؤثره والملهمه في المجتمع المصري. منهم مشروع لفتاه جميله جدا اسمها ندى احمد، وهي خريجه فنون جميله طبعا جامعه حلوان قسم جرافيكس وفن الكتاب. الحقيقه انه ندى عملت مشروع حلو جدا تسلط فيه الضوء عن قصص الابطال اللي عايشين حوالينا في المجتمع، وخصوصا من اصحاب متلازمه داون. ودايما احنا لما بنتكلم عن اصحاب متلازمه داون او ذوي الهمم والقدرات الخاصه، بنتكلم عن ان هم بيعلمونا دايما القدره على التحدي ومواجهه الصعاب والعزيمه والاراده اللي عندهم، واللي ممكن تبقى مفتقدينها احنا في حياتنا كاشخاص عاديين. الحقيقه هي عملت كتاب اسمه ابطال الحكايه. ابطال الحكايه هي نفذته وكتبته ورسمته بمعرفتها وبنفسها عشان تحكي قصه وحكايه كل شخص من ذوي الهمم، وخصوصا من ابطال متلازمه داون. هي هتشرفنا كمان شويه على التليفون عشان تكلمنا اكتر عن مشروعها وعن كتابها الجميل. هو الجميل بقى ايه في القصص دي ايه، وكمان مشروعات التخرج يعني، انا شايف ان احنا عندنا المشاريع دلوقتي بقت كلها رايحه في جانب مضيء جدا، وكلها يعني ايجابيه بشكل واضح قوي. لو ندى بتتكلم على جزئيه خاصه بابطالنا يعني من متلازمه داون، فاحنا الحمد لله عندنا فعلا ابطال يعني يستحقوا الاهتمام والرعايه بشكل كبير جدا، وده بيحصل دلوقتي على ارض الواقع باشكاله بقى المختلفه، ولسه كمان لسه ان شاء الله المزيد بقى الفتره اللي جايه. ففعلا هم ابطال الحكايه، هم ابطال الحدوته دي، هم يعني يستحقوا ان احنا لازم
يعني نعرف الناس كل واحد ايه حكايته وايه بطولته بيعمل ايه في مشواره كده يعني وبنجاحه اللي وصله دلوقتي. ما هو ما فيش حد في يوم وليله كده بيصحى من النوم انا ناجح. لا ده في ناس يعني ربنا خلق عندها كل الامكانيات وكل حاجه ممكن تتخيلوها ورغم ذلك بتلاقيهم ان هم ممكن يكونوا مقصرين في حق نفسهم بشكل كبير جدا. بالظبط. لما حد يكون عنده بعض الاشياء اللي هي ربنا جعلها فيه ودي ميزه مش عيب يعني بس رغم كده بتلاقيه نجح جدا بتلاقيه مكسر الدنيا تلاقيه عنده هدف تلاقيه عنده اصرار نجاح عزيمه ما بيقفش. فهم فعلا ابطال الحكايه وانا شايف ان الفكره بجد محترمه جدا من ندى يعني ومن الشباب الجاي والجيل اللي هو الحالي يعني جدا لان هم دايما زي ما قلت بيعلمونا درس في الحياه على التحدي والاراده والعزيمه. عشان نعرف تفاصيل اكتر عن المشروع معانا على التليفون مؤسسه ومؤلفه كتاب ابطال الحكايه ندى احمد. ازيك يا ندى؟ الحمد لله. ازيك؟ الحمد لله. منورانا في ان بوكس. ربنا يخليكي نورك. عايزين نبدأ معاكي القصة من أولها خالص. يعني أنت مشروع التخرج بتاعك أن أنت عملتي كتاب اسمه أبطال الحكاية بتسلطي فيه الضوء عن قصص وحكايات عن أبطال ذوي الهمم وخصوصا من متلازمة داون. ليه اخترتي الأبطال دول تحديدا أن أنت تكتبي عنهم وترسمي عنهم في الكتاب بتاعك؟ الحقيقة أن أنا أخويا من أصحاب الهمم بس هو مش داون هو سيدي فكنت دايما بروح معاه أماكن التأهيل للقدرات الخاصة واصحاب الهمم فكنت دايما بشوف الاطفال دي يعني هناك كنت بحس دايما اني مشدوده ليهم جدا وبشوف قد ايه هم شاطرين واذكياء ودمهم خفيف جدا فحقيقي الموضوع من وقتها كان شاغلني طول الوقت. طبعا انا في كليه فنون جميله فما لهاش علاقه قوي بالاطفال دي يعني او بالدراسه دي. بس لما عرفت ان انا عندي مشروع تخرج وان انا لازم اعمل كتاب او كده فقررت ان انا اعمل الفكره عنهم. عرضت طبعا الفكره على الاساتذه بتوعي ورحبوا بيها جدا وقالوا لي ان هي اول مره تتعمل يعني فاهتميت اكتر بالموضوع وبدات بقى اقرا واجيب عنهم معلومات. بس طبعا ندى يعني الفكره مميزه جدا ويعني فريده كده من نوعها وان انت برضو فكرتي فكره كده عظيمه بالشكل ده ده حاجه يعني جميله جدا. لكن عايز اسالك هل كل الشخصيات اللي انت كاتبه عنهم او رسماهم في الكتاب قابلتيهم او مثلا عرفتيهم وجها لوجه زي ما بيقولوا ولا كان في حاجات من وحي خيالك؟ لا هو بالفعل الشخصيات كلها حقيقيه بس مش كلهم عرفت اتواصل معاهم يعني انا اتصلت مع البعض منهم زي رحمه خالد اللي هي المذيعه اللي بتطلع على دي ام سي وكلمتها وفعلا ردت عليا وباقي الشخصيات هي شخصيات حقيقيه فعلا زي سمرامي برضو اللي بتتكلم باسم القادرون باختلاف بس والباقي بقى كنت عملت سيرش عنهم اكتر من مكان يعني وجمعت معلومات عنهم. طب هايل جدا. طب ندى يعني مريم وجيه برضو كانت في الكليه عندي يعني انا كنت بشوفها اكتر من مره شفتها واتكلمت معاها مره. انت مقربه يعني بشكل كبير جدا يعني رسوماتك للشخصيات الحقيقيه بشكل كبير قوي. صح. قولي كده يعني اول حاجه الكتاب ده اخذ منك وقت قد ايه عشان تنفذيه؟ رقم اتنين هل يعني كل حكايه منهم بالنسبه لك كانت ملهمه وانت بتسمعيها؟ الكتاب خد مني بالظبط 30 يوم تنفيذ ورسم بس طبعا قبلها مده كتير جدا ان انا بقى الفكره وان انا بجمع معلومات لكن كتنفيذ خد مني 30 يوم بالظبط شهر. طبعا يعني كان في منهم قصص ملهمه بالنسبه لي جدا وبشوف قد ايه هم ازاي شجعان كده يعني سمرامي دي انا شفت ليها فيديو على الفيسبوك انها تعرضت مره للتنمر فطلعت وقالت ان هي مش هتسيب حقها وان هي بترفع قضيه عليه وفعلا طلت ورا الموضوع لحد ما الشخص ده اتحبس 3 سنين وغرامه وبعدها طلع قانون بان اي حد هيتعرض لمتلازمه داون او ذوي الهمم بالتنمر هيتعرض للمساله القانونيه والغرامه. طيب ندى يعني حابه اعرف منك اكتر عن تفاصيل الكتاب بيتكلم عن ايه بالظبط غير الشخصيات والقصص المؤثره بتاعتهم؟ يعني هل مثلا في دروس مستفاده ممكن الناس تتعلم منها من خلال الكتاب بتاعك؟ هو الكتاب اصلا موجه يعني لفئه الاطفال وان هو يعني بيوعيهم بعدم التنمر
والاطفال ذوي الهمم، يعني ان هم بيخليهم بيقول لهم قد ايه انتم متميزين عن غيركم، ومش الشكل بس هو اللي هيفرقكم عن غيركم، لا انتم عندكم قدرات وقدرات خاصه لو اهتمينا بيها ورعيناها بشكل كافي يعني هتطلع احسن ما عندهم يعني. حلو جدا. طيب ندى كنت عايز اسالك سؤال، يعني احنا برضو لما شفنا دلوقتي صور من الرسومات بتاعتك لقينا ان كده الرسم بتاعك مبهج والوانه برضو فيها كده سعاده او مثلا تحسسك كده ان انت عايزه كمان تشوفي رسومات اكتر من الرسومات اللي انت عاملاها، هل ده مثلا كان فعلا كنت عايزه توصلي له ولا كان جات معاكي كده بالصدفه؟ لا ده حقيقه انا كنت عايزه اوصله لان هو بيستهدف فئات الاطفال، فان انا اعمل كتاب فئات الاطفال فلازم يبقى فيه بهجه والوان مبهجه ما يبقاش حاجات قاسمة يعني. وغير كده انا بس الوقت معايا ما كانش كافي ان انا ارسم رسومات اكتر، بس انا ناوية ان شاء الله ان انا اكمل الكتاب، لان طبعا كنت محكومة بعدد تسليم المشروع يعني اللي هو 35 يوم، فكان لازم اخلص قبل الوقت ده. حلو جدا. حلو جدا. طيب قولي بقى يعني كان ايه ردود الافعال بقى يعني من وقت ما الكتاب ظهر كده في النور؟ الحقيقة ان رد الافعال الناس كانوا مبسوطين جدا بيه، وكذا حد بعت لي، ورحمة خالد شيرته على الفيسبوك عندها، وفي بنت كمان اسمها دينا طارق بطلة هي متلازمة داون بطلة العالم في الجمباز والسباحة، كلمتني وقالت لي انا ليه مش في الكتاب ده، بس انا قلت لها طبعا ان انا محكومة بالوقت زي ما قلت عشان تسليم المشروع، فقلت لها ان شاء الله ان انا ناوية اكمل الكتاب وهتكون جزء تاني بقى وخش على أبطالنا الرياضيين وخش على كل المجالات كلها إن شاء الله. أيوة فعلا إن شاء الله. طيب ندى أنا عايز أعرف منك ردود أفعال الدكاترة في الجامعة عندك، يعني تعليقهم من الناحية الفنية بقى، مثلا تنفيذ الكتاب، الغلاف، الرسومات، رسومات الجرافيكس اللي انت طبعا متخصصه فيها وان ده قسم دراستك فيه في الكليه، حاب اعرف من الناحيه الفنيه رد فعل وراي الدكاتره عندك ايه؟ الحقيقه هم كانوا مبسوطين جدا بالفكره يعني، وكنت طبعا بروح اصلح واعدل معاهم حاجات كتير في فتره المشروع، والتنفيذ برضو والالوان كل ده كنت بوريه لهم يعني قبل ما انفذه. طيب ندى يعني كنت عايز اسالك برضو بعد ما عملتي الكتاب والرسومات الجميله دي جدا ويعني الناس كتير بتشيد بيها دلوقتي، بتحلمي بايه او ايه خطواتك اللي جايه اللي عايز تعمليها؟ انا طبعا بحلم ان الكتاب بتاعي ينتشر طبعا في كل مكان، وخصوصا يعني ان هو يبقى مع كل الاطفال وكل الفئات يشوفوه يتعلموا منه، ويعني يدي الاطفال دفعه ان هم ان احنا نكمل، وان انا مش شكلي بس اللي هيخليني عائق عن غيري، لا انا متميز في حاجات ثانيه. طيب بس ندى اخيرا كده عايزه اسالك عن الكتب المخصصه للاطفال، يمكن احنا بنفتقر لفكره انه يبقى في كتب موجوده في السوق بشكل كبير للاطفال، وان كان في دلوقتي اتجاه من الشباب اللي زيك ان هم يسعوا لحاجه زي كده وانه يحصل توعيه وانه نوصل فكره مبسطه او مبادئ او نعلم الاطفال حاجات كتيره قوي من خلال الكتب والرسومات، هل ممكن بعد ما تتخرجي يبقى ده اتجاهك ان انت تبدأي تعملي كتب مش بس الاطفال متلازمة داون او ذوي القدرات الخاصة، ولكن ممكن يبقى في كتب للاطفال توصل لهم قصص وحكايات تعليمية؟ ده حقيقي، وده اصلا مجالي وان شاء الله ده اللي انا عايزة اشتغل فيه يعني. ان شاء الله بنتمنى لك كل التوفيق يا ندى، وبنحييكي على الفكرة الرائعة بتاعتك دي، ان شاء الله بإذن الله تكملي وفعلا يبقى انت سبب او جزء في المجتمع لتوعية الاطفال بشكل كبير جدا وتعلمهم بطريقة مبسطة. حاجة مبهجة جدا طبعا، وانا برضو عايز اتكلم على موضوع الكليات الفنية بتاعتنا، ان جميع مشاريعهم بالذات يعني فنون جميلة جامعة حلوان، يعني كان لسه في بوست من كام يوم على المشاريع بتاعت النحت. أيوة. ابهار وهمية، ابهار ودرجة عالية من التكنيك ودرجة عالية من الابداع فيها. وبتمنى بجد ان كل الميادين بتاعتنا تبقى يعني فيها تماثيل بتاعت الطلبة ورسومات الطلبة بتوعنا، لان بجد مش هنلاقي حاجة احسن من كده ان احنا نعرضها قدام الناس وقدام يعني مزينة باعمالهم بشكل بالزبط. كبير. ويمكن احنا عندنا كان في بعض الميادين وبعض المناطق يعني كانوا بيستعينوا بيهم بشكل كبير جدا، علشان بقى ايه بنشوف الحوائط تتعمل بشكل معين، الجدران نفس الكلام، يعني اكيد طبعا هم متواجدين بس برضه عايزين تواجد اكبر ليهم، اكيد علشان حقيقي فعلا السوشيال ميديا لما يعني ظهرت لنا بقى الكلام ده احنا اتبسطنا قوي بالامانه. أوه. يعني
وعايز اقول لك على حاجه يا فاروق كمان، فكره انه ممكن نستغل طلبه الكليات الموهوبين في ان احنا نزين الشوارع من غير تكلفه. يمكن التكلفه ممكن لو رحت اتعاملت مع شركه او شركه جرافيكس كبيره اكيد ممكن يبقى في بادجت معينه بالزبط. تكلف الدوله فلوس كتير عشان نزين الشوارع ونجملها. فاحنا ممكن نستغل موهبه الطلبه دول ان هم عايزين ينشروا فنهم ويوصلوا للناس بشكل كبير جدا وشكل اوسع، وفي نفس الوقت ممكن يكونوا برضو مش هيكلفوا الدوله كتير خالص ان هم يرسموا على الشوارع، يزينوا، يعملوا زي التماثيل بتاعت طبعا كليه فنون جميله جامعه حلوان، شغل رائع جدا وحلو جدا لو في كل ميدان حصل كده، ولو عملوا شخصيات تاريخيه والشخصيات اللي احنا دايما بتبقى موجوده في الميادين سواء في القاهره او في المحافظات الاخرى المختلفه، هيبقى شغل رائع جدا، وفي نفس الوقت هيبقى نوع من انواع الدعم للطلبه دي انه يبقى ليهم مستقبل وينتشروا بشكل اوسع ويزينوا شوارع مصر الجميله طبعا. ولا واحتراف يعني، هو راجل محترف او راجل دي بقى الاحتراف بتاعته، عمل حاجه بشكل بروفيشنال وشكل احترافي جميل. صح. عكس ما في حاجات تانية بنشوفها كده برضو على السوشيال ميديا بتصدم الواحد، لا سيمتريه ولا فن ولا اي حاجه ولا اي ابداع، فازاي يبقى عندنا حاجه فيها ابداع كده وما يبقاش ما تبقاش معروضه. طيب حلو قوي الموضوع ده طبعا، وايه واكيد يعني احنا برضو مهتمين جدا بالمنطقه دي ولسه ماشيين فيها، واكيد الايام الجايه برضو لسه فيها المزيد بقى من المواهب المختلفه. اما دلوقتي برضو احنا معانا موضوع حلو قوي، واكيد هو موضوع مأثر في كل الناس، يعني مين فينا مش مرتبط بجده بجدته؟ يعني دايما ايه ليها معزه خاصه كده من الطرفين، الجده دايما عند ولاد ولادها يعني اللي هم ايه احفادها هم اعز حاجه عندها، ده هم دول ايه الحاجه اللي كده ايه يعني اللي جوه القلب، لا ده القلب كله يعني اللي بتخطف القلب، هو اللي خطف كل حاجه يعني. ونفس الشيء برضو اكيد الاطفال من هم صغيرين بيشوفوا الدلع كله بقى والهنا كله والحياه كلها الجميله جدا مع الجده والجد. ايوه انا مش عايز بس اقتصر الموضوع على الجده، لان برضو الجد عنده نفس المشاعر اللي هي برضو الخاصه باحفاده يعني، بس هو النهارده احنا بنحتفل معاكم المفروض باليوم العالمي بالجده. يعني اللي هو المشاعر الخاصه بقى من ناحيه الامومه بقى الكامله من بنتها لبنت بنتها لابنها لابن ابنها، ايا كان الموضوع ايه دايما هنا في تفاصيل حلوه قوي الواحد لازم ما يجي يحكيها يقول لك ايه انا ايام جدتي اصل هي اللي حكيت لي الحدوته دي، ايام جدتي هي اللي كانت بتوديني المدرسه، هي اللي كانت بتوديني التمرين، هي اللي عملت، هي اللي سوت الاكله دي اكله من ايدين جدتي حاجه تانية خالص. البيت نفسه لما تيجي تدخله كده ليه روح وريحه ليه اجواء كده دافئه كده وحياه تانية مختلفه تماما. طبعا يعني انا فاكره انه زي ما قلت لكم كده في اول الفقره لما كنت بروح لجدتي في الصيف كده بالنسبه لي الاجازه بدات. لما كانت جدتي تيجي تاخدني من المدرسه كان بالنسبه لي فرح، يعني انا مش هروح على بيت اهلي، انا هروح على بيت جدتي، ببقى مبسوطه جدا. كانت تاخدني معاها في المشاوير بتاعت الصبح اللي هي نازله تشتري حاجات، كانت تطلع لي لعب، كانت تسيبني اعمل اي حاجه وكل حاجه، مفيش لا مفيش ممنوع. عشان كده ده سر العلاقه القويه ما بين الاجداد وما بين الاحفاد، هي فكره انه مفيش لا. كل حاجه بتبقى مباحه في البيت، يمكن الاهل او الاب والام دايما اللي هو بطلوا شقاوه ما تعملوش لا، في حاجات تتعمل في حاجات ما تتعملش، النوم بمواعيد، الاكل بمواعيد، كل حاجه العكس تماما بالظبط. العكس بقى انت بتروح تنطلق. حتى دلوقتي يعني اكيد اي حد عنده احفاد في العيله بينطلقوا اول ما يدخلوا بيت الجد والجده، وبعد كده في معزه خاصه جدا عند الاحفاد للاجداد. ايوه طبعا، مش بس طبعا اللي هو اعز الولد ولد الولد، لا هو فعلا الاطفال بيعشقوا جدتهم واجدادهم بسبب العلاقه القويه دي، خصوصا ان احنا معانا دراسه علميه بتؤكد على انه فعلا في ارتباط عاطفي قوي جدا ما بين الاجداد وما بين الاحفاد، ويمكن تصل العلاقه دي لانه فيها حب اكتر من عيالهم. يعني الام ممكن تحب حفيدها اكتر من بنتها بعد ما يبقى موجود واتولد، ممكن تيجي على بنتها او ابنها وتزعق له عشان ما يجيش على ابنه او ما يزعقلوش. ففي دراسه علميه فعلا بتؤكد الكلام ده. عارفه كمان يا نوران بتلاقي كده تحس ان ممكن الواحد يفضفض مع جده او جدته عن مامته، يعني ما يقولش مشكله مثلا حصلت له لمامته وباباه، لكن او يخاف او لاي سبب، لكن هيرتاح اكتر مع جدته في الكلام، هيحموه يتحس هو حاسس بالحمايه. ايوه بالظبط، فهو حاسس ان هو لو حكى المصيبه اللي عملها دي
فهو الموضوع يعني هيوصل لباباه ومامته ده حقيقي بعكس ان هو يقول لهم خالص يعني ايوه ده حقيقي. فطبعا ممكن ده يكون برضو سبب من اسباب ان ممكن يكون الواحد حاسس بارتباط جامد جدا بجده او جدته طول الوقت. والله بصوا يعني انا ما عشتش اللحظات دي يعني انا ما عشتهاش انا يمكن ما شفتهمش وانا صغير يعني بس يعني من كلام يعني كلامنا مع بعض وكلام اصحابي وكلام المحيط اللي حوالينا دايما في القصه دي ولحد النهارده بشوف برضو بعض النماذج يعني في الجزئيات دي ان احنا يعني قد ايه اتاثرنا جدا بتربيتنا من جدي وجدتي قد ايه اتاثرت جدا لما كان بيحصل كذا فالواحد دايما بيحط ده في دماغه ان هو فعلا دي حاجه غير يعني مسؤول عنها اصلا هي حاجه كده ماشيه يعني بالفطره زي ما انت قلت فعلا وهم فعلا هنا وضحوا قالوا ان هي غريزه بيولوجيه حاجه كده جايه كده لوحدها ان انت بتقدم ده لاحفادك لما بتشوفهم زعلانين انت بتحس بسواد الدنيا كلها لما بتحس قد ان هم مش مبسوطين انت بتتاثر اكتر من بابا ومامته الجد او الجده لما بتحس ان هم فرحانين جدا وسعداء انت بتحس او بتحس يعني ان انت اكتر واحده في الدنيا حاسه ان انت طايره من الفرحه مع انك ممكن مش بيقول كتير ممكن مش عارف في ايه الموضوع مش معاكي اصلا بس رغم كده سعادتك من سعادتهم فهي فعلا هي حاجه بالفطره وحاجه وغريزه داخليه جواهم يعني بتاعت ربنا يعني بس هي حلوه عارف حتى تلاقي مثلا ايه ممكن تبقى الجده تعبانه صحيا مش قادره تقوم اول ما احفادها يجوا تقوم تعمل لهم اكل وتقوم تعمل لهم الحاجات الحلوه اللي هم بيحبوها وجالي وكيك وتبقى بتلعب معاهم وبتجري وراهم وبيكركبوا ويكسروا البيت بس هي مثلا على قلبها زي العسل يعني تسيبهم يعملوا اللي هم عايزينه لان هي فعلا الروح بترد فيها او بترد في الجد كمان لما يشوفوا احفادهم ورجعوا الموضوع ده ليه؟ لانه يمكن بعد ما الاولاد بيكبروا بتبقى الام والاب مفتقدين لمشاعر الاطفال وهم صغيرين ان هم محتاجين لهم او دايما متعلقين بيهم او حواليهم فبيلاقوا نفسهم في الموضوع ده مع الاحفاد لانه الاحفاد بيبقى يستعيدوا الذكريات الجميله اللي كانت ما بينهم وما بين اولادهم وهم صغيرين. بس عارفه برضو دايما كده كان يبقى في بركه في بيت جدتنا يبقى في بركه في الاكل دايما الاكل كده مقضي كل الناس مهما كان الاحفاد كتير والاكل قليل بس هتلاقي في بركه كده يعني مثلا بحسه برضو مع امي لان احنا عندنا ايه اولاد اختي واولاد اخواتي كلهم لما بيتجمعوا هي مع تعبها ورغم تعبها ورغم ان هم عاملين دوشه كبيره جدا سيبك من كده هي طول الوقت عماله بس واسكت وعماله بس لما بيمشوا بتزعل ان هم مشيوا خلاص بقى روحوا مثلا قعدوا 3 4 ايام معايا ومروحين فتصل بقى ايه هم الهكسوس مشي تقول لي مشيوا بنسميهم انا الهكسوس فطبعا مشيوا كده وتقعد تحكي لي بحب بقى غريب عن لماضه كارما او مش عارف سليم عمل ايه او بلاقيها كده بتحبهم حب غير عادي او بتنسى تعبها جامد. طب احنا لسه مكملين كلامنا في الموضوع الجميل ده لكن نطلع لفاصل نرجع نكمل كلامنا معاكم استنونا. طيب ولسه بنكمل بقيت كلامنا عن يوم الجدة النهارده بقى يعني ايه اي حد عنده موقف اي حد يعني من برضو من الجدات بيشوفنا ممكن يكلمنا يقول لنا برضو عن المواقف بينه وبين او بينها وبين احفادها يعني والعكس صحيح لان اكيد المواقف دي ما بتخلصش يعني الواحد لما بيشوف يعني قد ايه في علاقه كده مرتبطه ما بين الجده وحفيدها والجد وحفيده يعني وبيبقوا اصحاب جدا بتحس هنا ايه الاب والام في الموضوع اللي هم بقى ايه ولادهم يعني خرجوا بره الليله عملوا اللي عليهم اللي هو ايه لا احنا ايه احنا جايبين الولاد دول عشان ايه في الاخر يعني يبقى في كل حاجه متاحه للولاد الصغيرين يعني احنا المفروض طب في التربيه راحت فين ما عندناش احنا كده احنا نربيهم بطريقتنا ما احنا ربيناكم مش هنعرف نربيهم هنربيهم برده عادي جدا فطبعا اكيد الواحد لما يفكر في شيء معين يفتكر ان هو يعني من وجهه نظره صح برضه هرجع اقول لكم وجهه نظر الجد والجده والجيل القديم برضه هي اللي بتكون صح معناها الطرق بتاعتنا حديثه واحنا الجيل الحديث والكلام ده كله بس هرجع اقول لكم القيم ما بتتجزأش هم عندهم حاجات كده حلوه اقول لك على حاجه يمكن دايما بتبقى في خناقه كده ما بين الجده وبنتها ايوه انه انا بربيه بطريقه معينه وانت كده مش هتخليه يسمع كلامي مالكيش دعوه سيبيه يعمل اللي هو عايزه فهنا من هنا بقى بيبقى في توتر في العلاقه ما بين الام وبنتها على تربيه الولد بالزبط. لانه هنا الولد بيسمع كلام جدته وبيكسر كلام مامته فلما بيرجع معاها البيت بقى
بيحصل فكره الدلع الزياده عن اللزوم. فعشان تبدا من اول وجديد وتخليه يسمع كلامها ويبقى ملتزم معاها، ده بياخد من الزيرو بالظبط، ده بياخد وقت. طبعا هي الموضوع ده مهم، فكره انه احنا الاجداد والجدات يدلعوا براحتهم، لكن في الاول في الاخر الكلمه الاولى والاخيره بتبقى دايما للاب والام، لان هم اللي قاعدين معاهم طول الوقت. فبحس انه فتره قعدتنا عند جدتنا دي بتبوظ كل كل المعايير كل المعايير وكل الطريق الطويل في التربيه. بس خلي بالك برضه نور، هم ساعات بيبقوا عندهم حته كده يمكن هم شايفينها بخبراتهم بقى وسنهم، وطبعا هم في الاخر يعني هرجع اقول لك هم يعني ربوا ولادهم ولاد ولادهم دلوقتي، طبعا عندك حق. فممكن يبقى عندهم نظره شايفينها بشكل معين، هي النظره دي ممكن تبقى صح، بس احنا عشان مستعجلين شويه احنا عايزين دايما السيستم بتاعنا اللي هو ده ما فيش حاجه تبوظه خالص ايا كان صح او غلط، انا اللي عايزه خلاص هو اللي هيتكرر يعني. بس انا هرجع اقول لكم ان هم في الاخر برضو لا، هم ليهم رؤيه وليهم الحته اللي بيخلوك تاخد منها كل الحنان وكل حاجه انت محتاجها عشان تطلع يعني من الاخر مبسوط. بس طبعا هي شعرايه ما بين الدلع وما بين انك تكون يعني ايه اخدت كل الجرعات الحنان والبسكوتات والشوكولاتات بس ندلع. بس انا نفسي اتدلع، نفسي ندلع. خلينا ناخد راي مي كده ونشوف عامله ايه. مع ازيك يا مي؟ ازيك يا خطيب، اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله، انت عامله ايه؟ ازيكم كلكم، عاملين ايه؟ ازيك يا مي، اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. مي دلوقتي احنا كنا بنتكلم على الجده، لان النهارده اليوم العالمي للجده، فعايزك كده تقولي لي مثلا الفرق بين جدتك ومامتك. ايوه الفرق، انا جدتي متوفيه بس الفرق كبير بصراحه، يعني انا كنت حاسه وهي موجوده وخصوصا لما انا كبرت في السن ان هي ممكن اقدر احكي معاها واتكلم معاها براحتي اكتر من ماما، ما اعرفش ليه كنت بحس يمكن هي عندها خبره اكتر، فهاديه لما هاديه لما اجي اتكلم معاها في اي شيء تبقى هاديه، مش هتعارضك. يعني ممكن يعني انا بفتكر لها موقف كتير جدا ان هي كانت تقعد ترغي معايا بكل هدوء جدا وبكل وكل تفتيح دماغ كده، وان هو وممكن تسالني اسئله مباشره اصلا مامتي ما بتسالها ليش مثلا بتحبي او ما بتحبي، بتسمعك في حوار رايح جاي مش بتتعصب عليك يعني. حتى لو انت غلطتي في حاجه بس ممكن تسمعك لحد الاخر وتقومك فيها من غير ما يبقى فيه نوع من انواع التعنيف. لا خالص، وكان بيبقى فيها دايما عندها حكايات حلوه دايما. أيوة. يعني دايما كان عندها يعني ايه تقدر تقول لك خبرتها كده في حكايه لطيفه جدا، او حتى ما تقولش فيها خبره بس هي حكايه حلوه جدا، ذكرياتها حياتها وهي صغيره وتبقى مستمتع جدا بيها وهي وانت بتسمعها. فهي فعلا كانت كل كلامها متكلك. انا يعني افتكر لها ان احنا دايما كنا نقعد في البلكونه كده، هي تشرب شاي وانا اشرب قهوه ونقعد نتكلم كده وهي عندها حكايه كتير حلوه ليالي السمر يعني دي ليالي السمر اسمها ليالي السمر، تبقى قاعده كده في البلكونه الشاي يا سيدي ولو في قراقيش يا سلام يا سلام. ايوه كانت بتحب القراقيش فعلا. ايوه شو انا معاك، ولو في شريك في اكلات كده كانت بس عند جدتنا يعني الحاجات دي. هي كانت بتحب القراقيش فعلا، كانت بتعمل قراقيش حلوه بالعجوه، انا ما اعرفش ليه الحاجات دي مبقتش موجوده دلوقتي، بس هي فعلا كانت عندها حاجه القراقيش دي مقدسه مع الشاي يعني. صح. والقهوه على السبرتايه دي حاجه برضو من الحاجات الجميله يعني. طيب مها مثلا عمرك عملتي غلطه كبيره قوي خفتي تحكيها لمامتك او باباكي وما كنتيش مثلا تخافي ان انت تحكيها لجدتك، ولا برضو كنت ممكن تخافي؟ هي انا ما كنتش بخاف منها في حاجه، كانت حكايتنا يعني اما انا كنت دايما بستغرب ان هي حكايتها دايما بتشجعني ان انا اقول اي حاجه انا، وحتى ممكن تبقى حكايات اصلا ممكن تحكي لي حكايات مريبه حتى على عائلتنا ما كانتش بتبقى مثلا حاسه ان هي اوفنسيف او حاجه يعني كانت بتتكلم عنها عادي. فهي كانت فعلا بتخليكي يعني لو انت عندك، كانت دايما بتديني مساحه ان انت حتى لو عندك حاجه عايزه تقوليها ممكن تحكي عنها عادي يعني. طيب مي عايز اسالك على سؤال، الاكله اللي انت كنت بتاكليها من جدتك مش لاقيها في اي حته تاني؟ المحشي كان فظيع. المحشي بتاعها كلمة فاروق محشي كرنب ولا ورق عنب؟ كان كل حاجه كانت بتعمل محشي حلو قوي. الاثنين على اخر ايامها، هي كانت على اخر ايامها ما كانتش بتشوف كويس بس كانت حلوه قوي، ما اعرفش كانت بتعمل ازاي محشي وهي عايزه ما بتشوفش بس كان بيطلع جميل جدا. طيب ماشي يا مي، شكرا جدا ليكي، نورتينا جدا يا مي. نورتينا. مواقف كتيره مش بتخلص، والواحد يعني مهما اتكلم عليهم اكيد برضو يعني هيفضلوا دايما هم عندهم كده يعني المعزه الخاصه بينا والمعزه الخاصه باولادنا والمعزه الخاصه يعني بالاجيال القادمه، لكن الواحد دايما لازم يفكر كده ويقول ايه يعني
اللي معاه دلوقتي هيفتكره بكره في المستقبل يعني يقول ايه يا ريت استغلت الوقت ده. فاللي هو ممكن رافض الى حد ما بعض الحاجات في التوقيت ده يعني يصبر كده ويقول ايه يعني الحمد لله علشان بعد كده او في المستقبل هيقول يا ريت اليوم ده كان موجود. طيب احنا كده خلاص خلصنا معاكم الفقره دي، وبعد كده بعد الفاصل بقى نستقبل معاكم فقره مهمه جدا وهي فقره ترام الوان ومشروع حلو كده، مشروع متحرك يعني يمكن الخاص بالفكره دي هي ندى سيد، والمشروع ده هو خاص بالثقافه والوعي البيئي بقى عباره عن ايه وكمان بتعمل ايه بشكل ادق بعد الفاصل. خليكم معانا. بوكس بنحاول ان احنا نسلط الضوء ونركز اكتر على قصص نجاح ناس عملت شيفت كارير في حياتها وسابت شغلها الاساسي وجريت ورا شغفها والحاجه اللي بتحبها لحد ما قدرت تثبت نفسها فيها وتنجح بالفعل. واكبر دليل على كده ضيفتنا اللي منورانا في فقرتنا النهارده بدليل ان هي سابت الهندسه تماما وبقى 5 سنين دراسه في كليه هندسه وشغلها الفعلي اللي بيدخلها مصدر اساسي للدخل عشان تاسس مشروع مش بس هي بتحبه لكنه كمان مفيد وملهم جدا للمجتمع، وهو فكرة إعادة التدوير البيئي وإزاي أن أنا أستخدم مواد صديقة للبيئة من خلال مشروع اسمه ترام ألوان. ترام ده بيلف شوارع القاهرة والمحافظات والمهرجانات عشان توعي الأطفال تحديدا بأهمية البيئة وإزاي إحنا ممكن نستخدم بدائل مختلفة وكتيرة جدا، بدل ما نستخدم البلاستيك مثلا عشان نرسم عليه ممكن نستخدم القماش وحاجات تانية كتير جدا. مش بس كده، هي كمان عملت ورش فنية كتيرة جدا للأطفال تعلمهم الموضوع ده وإزاي يستخدموا المواد البديلة والصديقة للبيئة وكمان إزاي يبقى عندهم توعية بيئية مختلفة. والموضوع ده الحقيقة مهم جدا لأنه العالم كله الحقيقة بدأ يتأثر بتغير المناخ. ندى سيد مؤسسة مشروع ترام ألوان منورانا في الاستوديو عشان تكلمنا أكتر عن مشروعها. إزيك يا ندى؟ إزيك عاملين إيه؟ منورانا الحمد لله. شكرا منوركم. إزيك يا باشمهندسة؟ ندى. ندى أنا بحب اسم ندى من أي حاجة. ندى، هو بصي القصة بتاعتك ما شاء الله يعني فيها كده إثارة ومتعة وفيها يعني برضو يعني ريسك كبير ان انت فجأة تكوني زي لسه نورانكا بتقول عندك وظيفة ومهندسة ما شاء الله وفجأة تقرر ان انت لا انا عايز اعمل حاجة انا بحبها، اسافر واستمتع بحياتي كمان واعمل حاجات كتير انا بحبها. ايه اللي خلاكي تاخدي الخطوة دي؟ اوكي، هي حياتي كلها إثارة وريسك زي ما انت بتقول كده، فانا شخصية انا بتحب الريسك. هو الخطوه ما جاتش مره واحده، هي جت على مراحل. يعني اصلا القرار عايزه اخده مثلا بقالي 5 سنين والفكره موجوده بس كان مانعني طبعا الامكانيات ولسه انا برضو ببني نفسي فما عنديش حاجه فبحاول او كمان بطور نفسي لان مجال غير مجالي، بحاول ان انا يبقى عندي خبره اصلا عشان اعرف ادي حاجه للناس ويبقى كلامي موثوق فيه واللي هو لان دي امانه. لو اساسا كمان ان انت بتحاول تعلم ناس تنشر وعي دي لازم انت يبقى عندك الحاجه دي عشان تسيب الاثر دوت على الناس. عشان اخد القرار اصلا قعدت 5 سنين تقريبا، فكل سنه كنت مثلا بزود حاجه لمهاراتي، بزود حاجه لخبراتي تخليني عندي ثقه بنفسي ان انا ممكن بعد كده كمان في الاداره. يعني درست مثلا في فنون جميله، دراسات حره، عملت دبلوم التنميه الثقافيه، درست حرف يدويه ونزلت ورش كنت بتعمل كل ده. وانت بتشتغلي في الهندسه؟ كل ده وانا بشتغل في الهندسه كان ليا مرتب ثابت كمان عشان اصرف على نفسي الحاجات اللي باخدها. الكورسات دي غاليه جدا، الفنون اساسا كمان والمواد والخامات مكلفه شويه، مكلفه جدا. يعني بتوع فنون جميله يعني الله يكون في عونهم، فالحاجات دي مكلفه جدا. فانا عشان اكتشف حاجه كان لازم ان انا يبقى في مرتب بيساعدني ده. وكمان عشان انا كنت بحس بملل وضغط كبير جدا في الشغل طول الوقت، اللي هو لان الهندسه كلها طول الوقت في عقل شغال، فالبني ادم الطبيعي لازم يبقى في توازن من عقله وقلبه وروحه، يبقى في تواصل كده. فالهندسه كانت بتخليني اللي هو عقلي طول الوقت وشغفك وحياتك. يعني ده كان حلم عندك. طب اشمعنى الثقافه البيئيه؟ يعني ليه اتجهتي الاتجاه ده مع انه اتجاه يعني الى حد ما برضه مش سهل؟ وازاي ممكن من الاخر كده تعملوا خلاصه وعصاره كده للموضوع ده للاطفال يعني يبقى عصير ليهم بمنتهى البساطه يعني؟ اوكي، هي الثقافه البيئيه او هو انا الطبيعه اساسا مصدر كل حاجه. فانا عندي شغف بالطبيعه والسفر يعني، فانا مش بعرف اقعد في القاهره كتير عشان هي زحمه، وهي والطبيعه والشجر اقل فيها بكتير مثلا من الاماكن الزراعيه والبحر.
فالطبيعه انت عايزه تنطلق وخلاص، عايزه تسافري، عايزه تسافري. والله بدات اكتشف، بس السفر فادني كتير ان انا اساسا ابقى عارفه اتقبل غيري، اشوف ناس مختلفه عني، اللي هو بره نفسي الضيقه اللي هي ما بتخلينيش اشوف اللي هو الايجو، اللي هو مش انا بس، اللي هو انا صح طول الوقت انا. فده بيخلي الواحد ما عندوش سلام نفسي اصلا، طول فيه صراع. فالسفر اساسا ساعدني في ده. فالطبيعه بقى هي كانت مصدر الهامي ان انا، لا هي الطبيعه مصدر كل حاجه، فليه الطبيعي ان احنا نحافظ عليها، هي جزء مننا مش بعيد، مش حاجه منفصله، او البيئه او الطبيعه. البيئه حاجه والطبيعه حاجه طبعا، بس الطبيعه هي اساس البيئات المختلفه. فمصدر كل حاجه بقى، ده اللي خلاني الهمني ان هو انا في لازم يبقى في تواصل بينا. طبعا انتوا عارفين الكورونا واللي حصل في ايام الكورونا، لما الطبيعه تعافت، لما احنا بعدنا عنها ليه وسنه، يعني تخيلي لو كملنا بقى هيبقى الموضوع هيختلف بشكل ايجابي. يعني بالظبط، يعني مثلا دلوقتي البحر رجع تظهر فيه شارك اتاك، او يعني القروش بتهاجم تاني، بس مش عشان هي شريفه، بس عشان بيحصل ممارسات غلط مثلا ضدها من البشر طبعا. من البشر ده حقيقي، بس مش عشان هي شريفه، ده مش سلوكها الطبيعي. فده اللي الهمني. وكمان قبل كده اللي هو كمان لما كنت بسافر وكنت بحس بهدوء نفسي وسلام، هو بيخليني احس ان انا بتنفس، لان طول الوقت الدنيا سريعه قوي والناس بتيجي ورا بعضها. فده خلاني مفيش، ومش عارفه تيجي، الناس مش عارفه تيجي ورا ايه. احنا بنجري وخلاص. انت بتحب الجري، انا كمان بحب الجري. هنقف امتى؟ والله سؤال وجودي فعلا، الناس تجري على ايه؟ بالظبط، انت عايز تلحق ايه طيب؟ انا مش عارفه، فانا بخاف. بتمثلينا على فكره والله، يعني بتمثلي كل واحد قاعد في الاستوديو ده. ايوه انت بتجري والله، كل واحد قاعد برزق وكل حاجه عايز. والله طبعا لما خطيبي خلص طبعا، لانه اكيد حاسس باللي انت بتقوليه. عايزه اسالك على انه فكرتك قائمه على الدمج ما بين الفن والبيئه والتراث. اوكي، ازاي بتعملي كده، او ازاي بتدمجي ما بينهم، وبتوصلي ده من خلال مشروعك ازاي؟ تمام. هو عامه انا زي ما قلت، الطبيعه او الطبيعه مصدر كل حاجه. فالفنون، فنون التشكيليه والبصريه، وفنون حتى الادائيه، كان مصدرها او اساس حاجات كتير، حضارات كتير قايمه، او قايمه من المحاكاه، ورق الشجر، الشجر نفسه، وحتى لما بنبص ليه بنتعلم منه ازاي، مع انه عشوائي وشكله ملخبط، بس شكله جميل وليه، ومستلهم منه الالوان، حتى السماء، البحر، كلها طالعه منه. فدوت الفنون والطبيعه اساسا دمجهم هي حاجه واحده. حلو. بس هي الفكره، الحاجات التجاريه بتفصلهم عن بعض، بس هم مش حاجه واحده، مش بعيد عن بعض، هم حاجه واحده او بيمثلوا حاجه واحده. بالظبط. طيب التراث بقى، يعني مثلا اكبر مثال، الفراعنه زمان كانوا يعملوا ايه عشان يسجلوا حاجاتهم؟ كانوا بيرسموا على الجدران باسلوب تعبيري بسيط جدا، فهم عملوا بالوان وباسباب بقى طبيعيه، كانت طالعه مثلا من حجاره، من مواد طبيعيه، من الارض، فدي كانت طالعه من الطبيعه. فهم دمجوا كل ده، واصلا كانوا بيعرفوا يعبروا عن اللي جواهم. يعني اساسا العلاج بالفن اصلا قايم على ان انت مثلا بتعبري عن اللي جواكي من غير صح او غلط. فالتراث بقى جزء منه، اللي احنا بنستلهم ازاي اللي قبلنا عملوا ده من الطبيعه او من البيئه المحاطه ليه، عبروا عن نفسهم، بحيث ان احنا بنحاول نوجد لغه بين الماضي والحاضر والمستقبل، اللي هو لان احنا مش مفصولين، في رسائل احنا ممكن نستقبلها من زمان دلوقتي بنعبر عنها مثلا اللي هو بشكل معاصر. احنا معانا صور ليكي يا ندى على الشاشه مع الاطفال تقريبا، دي ورشه فنيه انت عاملاها في حديقه عامه. انت مبدئيا بتحبي الاطفال؟ انا بحب، هم بيلهموني جدا، بتعلم منهم جدا، وبتعالج معاهم من حاجات كتير والله، وبفك معاهم جدا، ان هو بحس الدنيا بسيطه كده وسهله مني. طيب بص يا ندى، انا والله مبسوط جدا وفخور بيكي جدا، وان انا ان احنا قاعدين معاكي طبعا، وشخصيتك الجميله دي قوي، اللي هي تعتبر يعني زينا، يعني يعني ده اللي حاصل فعلا. بس برضو احنا دلوقتي لما بنيجي نتكلم على الاطفال، وان احنا نوعي الاطفال، وساعات بيكون في الاطفال مختلفين، يعني وعيهم مختلف او ادراكهم مختلف، هل بتلاقي سهوله مع التعامل مع الاطفال بالفن، او ان انت تفهميهم عن البيئه والمصطلحات الكبيره دي، بتلاقي فيه سهوله ان هم يستوعبوا الحاجات دي ويدركوها ولا لا؟ هو الفكره في ازاي اوجد لغه اساسا مشتركه بيني وبين اي مثلا جمهور انا بخاطبه، او فئه مستهدفه، اطفال او امهات او اباء. فهي الاطفال، الطفل بطبيعته اصلا لسه حر، فهو لسه في فطرته،
فهو عايز ينطلق، عايز يعيش، مش عايز يعبر اللي هو يغلط يتعلم. في اصلا يبقى في مساحه للغلط. فانا بحط مثلا محتوى يعني مثلا في 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 ما جرينش مهتم بالتعليم البيئي، اكيد معروف هي مثلا عامله محتوى مفتوح للحاجات البيئيه والمعلومات البيئيه. فانا مثلا ممكن اخد هم الصراحه باخد منهم يعني، وساعات بعمل حاجات بقى بحولها مثلا للعبه. مثلا حاجه من المناهج بتاعتهم وتحوليها بطريقتك انت للعب الاطفال او حاجه كده. بالظبط. في مثلا محتويات مفتوحه كتير في البيئه، ممكن مثلا تلهمني مثلا العماره او الهندسه اللي انا درستها، العماره البيئيه مثلا. مثلا عملت مع اطفال من نوبه يعني ايه عماره نوبيه، فصممنا حاجات بورق كرتون وقصائص ازاي اساسا يعني ايه مثلا بيت يبقى مثلا معمول من تين. ان التين ماده طبيعيه. وكمان مهم جدا ان احنا نعيش في بيوت امنه او اللي هي مثلا بتحافظ علينا. فمثلا ده بيوسع خياله، مثلا يتخيل هو مثلا محتاج مثلا لما يكبر ممكن يبقى مصمم. فبيساعد بساعده اللي هو يكتشف نفسه، وفي نفس الوقت يعرف يعني ايه حاجه صديقه للبيئه او حاجه بتبقى فيه محاكاه اللي هو فيه تناغم كده، مش حاجه مستوب وخلاص انا بس. بس تخصص ايه في الهندسه؟ مدني. مدني عشان كده. ايوه والله الطوب والخرسانه كان مسيطر عليا. عشان كده زيتي بالطوب والخرسانه. السنه دي انت يعني حاسه انك لقيتي نفسك وشغفك في السنه دي اللي هي اللي اشتغلتيها دلوقتي بترام الوان؟ هو مش معنى ترام الوان، ترام حلو يعني بيرجعني بالحنين وانا صغير كده. عارف اللي هو الترام اللي هو الترماي والحاجات اللي هي القديمه بتاعتنا دي الجميله دي، وبتاع اسكندريه وبتاع القاهره. كان واحد كده ايه بيحب كده المود بتاعه يعني، كان حياة كانت حلوه برضه. ايوه بالظبط يعني كان ليها وقتها يعني. ايوه ما هي ما هي مش وقتها كمان، هو لحد دلوقتي انا مسافر كنا شركه في الترام والله. واللي هو كان ب 2 جنيه والف من بلد من اول بلد لاخرها. فدي هو اصلا لا كان بربع جنيه، كان زمان او مش دلوقتي يعني. قرش لا بقول لك يعني دلوقتي انا مش كبار بس يعني احنا حضرنا يعني. العالم بيتغير دلوقتي. انا حضرت بربع وكنت بركب على السمنت ساعات. من ورا لا ايوه ايوه اوعى ايوه ما هي هو مش سنه بس، هو انا بشتغل متطوعه في المجتمع المدني ومع منظمات مختلفه اصلا بقالي 10 سنين. فلفيت كتير عشان اساسا اقدر اطلع محتوى بيدمج ده كله ويعرف يتناسب مع البيئه اللي انا بتكلم الاطفال منها. ان هو مثلا من خلفيه مختلفه في كل محافظه، مثلا في القاهره مثلا انا عايزه اعلمهم النهارده حاجه عن كده، مثلا في حاجات حركيه ممكن نعملها، حاجات يعني مثلا التنوع البيولوجي في الحيوانات. فمثلا ممكن نعمل اليوجا اصلا مستوحاه من حركات الحيوانات. زي القطط او الكلاب حتى بتسمى مثلا حركه القطه، حركه الحركات دي كلها. بالظبط. فمثلا الحاجه زي التنوع البيولوجي دي معلومات كتير قوي وتقيله شويه. فمثلا ممكن اعلمهم كده اللي هو ازاي مثلا في حيوانات معانا لازم نحافظ عليها، لازم هي ليها دور في البيئه في الطبيعه، مثلا مش نعمل حركات شبهها. دي حاجه بسيطه جدا. فبحاول ابسط المعلومات على قد ما اقدر. هو الموضوع يعني بسيط بس لازم عشان تبسطه لازم تبقى فاهمه اصلا. حلو قوي. انت كل مشروع او ورشه ليها اسم، يعني مثلا شخصيه وحدوته، حواديت فخار، كل ورشه يعني الاسم بتاعها ليه علاقه اكيد بهدفها. طيب شخصيه وحدوته مثلا ممكن يبقى بيتكلم عن ايه؟ هو انا مش انا اللي بعمل كل الورش طبعا، يعني انا في حاجات بصمم محتوى. اتفضلي يا عادل. في حاجات بصمم المحتوى، ومثلا في حد تاني مثلا بيبقى مثلا عنده مثلا بيرسم كاركتر زي يعني مثلا شخصيه وحدوته. بس ما صديقتي هي مصممه الشخصيات الكرتونيه، فاحنا مثلا قلت لها ايه مثلا عايزين نعمل حاجات عن الطبيعه مستلهمه من بالشخصيات الكرتونيه. مثلا هي بتعلمهم ازاي يرسموا شخصيات كرتونيه بس تبقى مستوحاه من الطبيعه، مثلا حوالين الشجره مثلا بتتكلم معانا. الخشب، الورده، كل واحد يعمل قصه بقى باسلوب كرتوني. فمثلا حاجه زي كده دي كانت معموله للاطفال. مثلا في حاجه حواديت فخار او حكايات قماش او كولاج الورق. ازاي بنتعلم ازاي بقى مثلا حكايات قماش مثلا ديت البدائل بقى. بدائل بالظبط. هو انا بقى بنحاول نعمل اي مختبر للبدائل الامنه اللي هي تساعدنا اللي احنا نبقى نعمل حاجات صديقه للبيئه وتقلل الاستهلاك كمان. يعني مثلا احنا بنقلل استهلاك البلاستيك مثلا، او مثلا احنا نجيب شنط بلاستيك لما نبقى ماسكين طول الوقت شنطه قماش. فبنحاول بقى نعمل دور ومثلا عليها حاجات بتعبر عنها، بنحاول نرسم عليها مثلا، نطرز، نعمل شخصيات بقصائص قماش عليها. ففي كده نرتبط بيها ونحليها بالظبط كده، يبقى جزء مننا من حياتنا اليوميه. فده اللي بحاول اعمله عن طريق الورش. طيب سريعا كده عشان وقتنا بيخلص يا ندى، تفاعل الاطفال معاكي شكله عامل ازاي؟
هو على حسب المكان المحافظه والطبيعه اللي انا بتعامل معاهم. يعني مثلا في القاهره بتبقى محتاجين هايبر قوي لان الطاقه بتبقى محتاجه انها طول الوقت في جري. مثلا لما بروح محافظات يعني رحنا الكوشير، رحنا الاقصر، مهرجان السينما الافريقيه. في الاقصر مثلا اطفال متاثرين جدا بورشه، كان ورشه اسمها نقوشنا مثلا، متاثرين بالحاجات الفرعونيه جدا، كانوا بيرسموا حاجات رائعه وهم اصلا فاجئوني، والطبيعه كمان هناك حلوه جدا. فكانوا مثلا كانوا بيتعلموا ازاي يرسموا مناظر او بالكرتون. الكوشير مثلا اتعلمنا ازاي نعمل حاجات بورق جرايد ومجلات، ازاي نرسم على قماش، ازاي نشكل فخار، نعمل حاجه. الطبيعه هناك هاديه فهم كانوا هاديين، كان فعلى حسب. وهم كان مثلا حرفه الصيد هناك، فكانوا مثلا كل رسوماتهم بيبقى متاثره بحرفه الصيد والحرف اللي حواليه. فمثلا ممكن حاجات زي اللي هم بيعملوها دي نستلهم منها بقى منتجات. بس لسه قدام ان شاء الله زي ما كنت بتقولي، مثلا حاجات حركيه، مثلا معارض فنيه. نبدا بقى في البيزنس بالظبط عشان كده على الاستدامه. بس ما تنسيش بقى ال 55% بتوع صاحب الفكره. انا 60% ما اقبلش. 60% خلاص يعني النسبه محدده هي من دلوقتي. ايوه لا طبعا يعني ما عنديش مشكله. لا والله ربنا يوفقك بجد. والله يا ندى يعني فكره حلوه وملهمه، وكفايه ان هي اضافه لينا طبعا، وكمان للاجيال الحاليه اللي هم فعلا يعني اشد او في اشد حاجه ان هم يستقبلوا معلومه مختلفه وجديده بقى، بعيدا خالص عن الحاجات طبعا الحديثه، بس الحاجات النمطيه شويه اللي هي يمكن مش بتفيدهم بشكل كبير. ربنا يوفقك يا رب يا ندى، وبالتوفيق ليك يا رب ان شاء الله. شكرا شريك، والمشروع يكبر اكتر واكتر. نورتينا ان شاء الله. شكرا لك، نورتينا بجد يا ندى، وانا مبسوط ان احنا قابلناكي وفخور بيكي جدا. شكرا ليك وشكرا كتير قوي. خلينا بقى نطلع لفاصل ونرجع مع الفقره الرياضيه اللي بيقدمها راعي الرياضه في صدى البلد. طيب ولسه بنكمل معاكم بقيه فقرتنا الاسبوعيه المعتاده انبوكس سبورتس، واللي طبعا يعني بنتابع فيها معاكم بقى اهم واخر الاخبار والاحداث الرياضيه اللي حصلت على مدار الاسبوع. ويمكن بقى احنا عندنا ايه الاسبوع اللي فات ده كان مليء لحد النهارده بالاحداث والاخبار الرياضيه يمكن المختلفه والمتنوعه، وكمان برضو البطولات الكبيره قوي الحمد لله. يعني هنروح معاكم على طول بقى ايه لكره اليد. كرة اليد وفرحة كرة اليد والحاجة الحلوة اللي في كرة اليد والله بجد. طيب مسؤولين الاتحاد الافريقي بقى لكرة اليد، طبعا ده برئاسة البنيني منصورو أريمو، اعلنوا خلاص يعني حصول مصر ان شاء الله على شرف استضافة بقى بطولة كأس الامم الافريقية ان شاء الله رقم 26، واللي هتتلعب هنا في 2024، واللي هتكون كمان هي مؤهلة لأولمبياد باريس الفترة اللي جاية. واكد كمان الاتحاد الافريقي ان بقى عقود البطوله تم توقيعها خلاص، علشان تبقى مصر اول دوله بتنظم بقى بطوله افريقيا مرتين ورا بعض كده ايه. واكيد طبعا ده كمان شرف كبير جدا لينا، وبعد كمان حصولنا بشكل اكبر على بطوله بقى كاس الامم الافريقيه رقم 25، واللي خلصت لسه من ايام على صالة الدكتور حسن مصطفى هنا في اكتوبر، وكمان يعني ده اللقب الثامن لينا افريقيا، ومصر هي حامل اللقب مرتين ورا بعض. يعني احنا كده ايه بعد بطولة 2020 في تونس احنا اخدناها دلوقتي اهو في 2022 في مصر الحمد لله، واللي يعني القاهرة كده نورت بيها وكمان بكل ابطالها الحمد لله. ودي البطولة الثانية لينا زي ما قلت على التوالي. يا رب يعني من البطولة دي بقى نروح لكأس العالم، نعمل إنجاز جديد وتاريخي برضو للاعبتنا، والأحلى والأجمل إن احنا عندنا ثقة وكل الثقة في الجيل ده. الجيل ده جيل محترم، جيل فاهم، جيل واعي، جيل بيلعب يعني لحد آخر دقيقة ما بيقفش، ولحد آخر الدقيقة دي كبيرة عندهم لحد آخر ثانية. عارفين قيمة البلد، عارفين يعني إيه قيمة انك بتلعب باسم مصر في كل البطولات. الحمد لله يعني شرفتونا كالعادة، واحنا اتكلمنا الاسبوع اللي فات بالاخص يعني عن بطولة اليد وعن انجازاتهم وعن تاريخهم، هم يستحقوا لسه كمان الفترات اللي جاية يعني هيبقى في كلام اكتر من كده عنهم، لان هم اكيد برضو هيحققوا ان شاء الله يعني بطولات مختلفة وكتيرة برضو، ومن ضمنها بطولة العالم ثم بقى الاولمبياد. يعني احنا دي بالنسبة لنا هدف كبير جدا وحلم
مش بس لليد، ده حلم يكون لكل بقى الالعاب الاخرى. وده يعني انا شايف الحمد لله في خطه موضوع دلوقتي بتتحط للقصص دي، ان عندنا الالعاب اللي هي اللي احنا شايفين ليها مستقبل واضح جدا من ابطالها، يعني ازاي يبقى في الخطه دي موجوده ان احنا نروح نجيب ميداليات ان شاء الله في الاولمبياد او في بطوله عالم ايا كان الموضوع ايه، وده يكون هو المسار الطبيعي بتاعنا، مش بس احنا بنتكلم كمشاركات شرفيه كان احنا بنروح مثلا نمثل كده مصر وخلاص في اي بطوله، لا كان زمان الكلام ده، دلوقتي الموضوع مختلف تماما، انت رايح تجيب ميداليه وراجع بس، اول بقى ربنا كريم، تاني الحمد لله، تالت يبقى هو ده اللي ربنا اراده، بس عينك على المركز الاول، اللي يجي في اللي بعديها ايه مش مشكله، لكن موضوع ان احنا تمثيل شرفي بقى وان عندنا الفرق الجماعيه غير الفرق الفرديه ما بياكلش عيش الكلام ده، خلاص. عايز تكون عندك رياضه قويه، عايز تكون واقف على رجليك، عايز دايما يبقى في مستقبل واضح، والعالم كله بيعمل لمصر الحمد لله مليون اعتبار، وفي بعض الالعاب برضه مليون اعتبار، لان الجيل بتاعهم بمديرهم الفني بالمنظومه نفسها بالاتحاد بوزاره الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي طبعا مشكور، بيحاول بقدر الامكان يسعى في كل الاتجاهات ان هو يعني يساهم في انجاح اي رياضه بشكل معين، لو حصل دروب هنا يحاول يلحقه، فده ان شاء الله اللي هنشوفه يعني على ارض الواقع الفتره اللي جايه. من اليد بقى نروح معاكم لايه؟ للسله. منتخبنا الوطني بقى لشباب كره السله تحت 18 سنه طبعا، ده بقياده بقى مديره الفني الكابتن عمرو ابو الخير، فاز بلقب البطوله العربيه واللي اتلعبت في مصر من ايام على صاله نادي الزهور. منتخبنا كان كسب في النهائي منتخب الجزائر بنتيجه 76-64 في ماتش قوي جدا ما بين بقى ايه المنتخبين، وظهر فيه كمان الجزائر يعني كند قوي جدا. عندنا دول شمال افريقيا دلوقتي يعني في مختلف الرياضات مصنفه جامد، وغير كده كمان دايما ماتشاتنا بيننا وما بينهم طبعا هم اشقاء بالنسبه لنا، واحنا كل الماتشات اللي بنلعبها معاهم يعني بتكون ماتشات كلها حماس وكلها يعني تكتيك وفكر، لكن برضو الحمد لله احنا لعبتنا سيطرت على البطوله برضو، واخدنا برضو البطوله دي واللقب بتاعها، وكمان اخد اللاعب المنتخب الوطني محمد احمد الشهير بتيفا، فاز بقى بجائزة أحسن لاعب في البطولة بعد الأداء طبعا المميز جدا اللي قدمه في البطولة دي، وكمان المنتخب إن شاء الله بيستعد بكل قوة بقى علشان عنده بطولة قوية جدا وهي بطولة أفريقيا اللي إن شاء الله يعني كمان كم يوم هنلعبها ونفوز بيها برضو، ومنها بقى نتأهل لكأس العالم. عايزين بقى يا شباب ويا أبطالنا كده إيه نبارك لكم زي رجالة كرة اليد، يبقى إحنا إيه كل أسبوع عندنا بطولة كده حلوة يعني ناخد نستحوذ على اللقب بتاعها نفوز بيها نطلع على بطوله كبيره عالميه وبرده نروح هناك نحقق مركز. الشباب السله دول انتوا المستقبل بتوعنا. شباب السله انتوا الجيل اللي جاي ان شاء الله للفريق الاول. احنا عندنا فريقنا الاول الحمد لله لكره السله ابتدى هو الفتره اللي فاتت يعني ان هو يستعيد مكانته مره اخرى ونكسب بقى فرق كبيره الحمد لله تاني. فانتوا لازم تكملوا على نفس المنوال ده او نفس المنهج ده، ان احنا يعني السله دي من امتع الالعاب اللي بالنسبه لنا ان انا بشوفها لحد دلوقتي يعني مع كره اليد وكره القدم. السله ماتشاتها قويه جدا، بتشوف الاهلي والزمالك الجزيره الاتحاد سبورتنج كل الفرق الجيش سموحه مين ولا مين، بتشوف دايما بطولات كره السله ليها طبع خاص قويه، ند اللعيبه كلها فايقه، مفيش عندك فريق تقول ان هو اعلى من فريق تاني خالص. في كره السله بقى ملهاش حسابات تماما زي اليد، انت عندك الاجيال كلها الحمد لله يعني دلوقتي بقت اجيال واعيه فاهمه عندها نضج رياضي وفكري يعني الحمد لله، دي حاجه كويسه جدا، واكيد برضو عليهم مسؤوليه كبيره جدا تجاه بقى البلد دي ان شاء الله. طيب برضو لسه مكملين معاكم بقى ايه في كره السله، لكن من الجزء بقى ايه البنات والسيدات، يمكن جنى الألفي نجمة النادي الأهلي وكمان لعيبة بقى منتخبنا الوطني لناشئات كرة السلة تحت 17 عام قدمت مستوى يعني مميز جدا في بطولة العالم واللي اتلعبت في المجر في الفترة من 9 ولحد 17 يوليو اللي احنا فيه.
جانا جت في المركز الثالث كأفضل بقى يعني لاعبة، وكمان من اللاعبات بقى المسجلات برصيد 115 نقطة، وجت لاعبة بقى ألمانيا واللي سجلت 122 نقطة في المركز الثالث. أما بقى يعني صاحبة بقى الصدارة فكانت لاعبة منتخب فرنسا واللي سجلت 126 نقطة، وبالرغم من كده إن جانا يعني شاركت في عدد دقايق يعني أقل منهم بشكل كبير جدا. وجانا كمان من اللاعبات بقى اللي إن شاء الله قدامها مستقبل كبير وباهر إن هي تكون يعني إضافة كبيرة جدا لفريقنا والمنتخب الوطني، ومنتخبنا قدر إنه بقى يفوز بالبطولة دي وكمان يحقق المركز ال 11 بعد فوزه على منتخب نيوزيلندا بنتيجة 69-47، وده يعتبر أفضل مركز يعني لمنتخب الناشئات من أول ما بدأنا يعني نلعب إيه في كأس العالم. خطوة ماشي، خطوة حلوة، خطوة يعني اتحطينا في مكانة معينة، بس إحنا برضو إيه المنظور الإيجابي في الموضوع إيه؟ إن إحنا عندنا في لاعبات من أفضل لاعبات في العالم دلوقتي مصنفين، يتقال عندنا لعبة باسم معين الحمد لله مصنفة، عندنا زي جانا طبعا وغيرهم كمان، لسه عندنا في الجيل ده برضه هتشوف عندنا في أبطال أو بطلات يعني ليهم مستقبل كبير، فيتجمعوا مع بعض كده هيبقى برضه ترتيبنا على المستوى الدولي الفترات المقبلة أكيد هيكون مختلف جدا. ونروح بقى للمراكز الأولى، أول ثلاث مراكز ننزل شوية من المركز يمكن 11 يمكن نقرب شوية، نروح بقى على الأقل الأول خمسة، وبعد كده نخش بقى على المستوى الأقوى إن احنا نكون من أهم ثلاث منتخبات في العالم. زي كده الاسكواش احنا بنتكلم إن احنا مصنفين دلوقتي الحمد لله في برضو بعض الألعاب اللي احنا بنشارك فيها، دلوقتي لازم نحط في اعتبارنا إن احنا ما نطلعش بره أول ثلاثة تماما. نعمل ايه بقى؟ محتاجين يعني ان شاء الله سيستم اقوى كمان من كده، محتاجين رعاة اكتر من كده، محتاجين اكيد، بس احنا النهاردة احسن من امبارح، يعني النهاردة لو بنتكلم احنا احسن من امبارح بكتير، يعني في بعض الالعاب اللي احنا شفناها ما كانش في حد ممكن بيسمع عنها كتير، مع ان ابطالها بيعملوا انجازات ويسافروا على نفقاتهم الشخصية اياميها ويروحوا هنا ويروحوا هنا ويجيبوا كل الادوات بتاعتهم وكل الحاجات الخاصه بالرياضه دي، وفي الاخر هو محدش يمكن كان بيقول اسمه. النهارده بنتكلم ان صورهم موجوده في بعض الاماكن، النهارده بنتكلم ان احنا اهو بنشيد بيهم وبانجازاتهم وكمان بنجاحاتهم، النهارده احنا بنقول انتوا يعني فخر مصر وكمان انتوا مصدر الهام كبير جدا لينا كمتفرجين ومشاهدين، وكمان بنشجعكم كمنتخبات وطنيه وانديه. لما دايما بنقول نموذج في القصه دي دايما بضرب المثل بمنتخب اليد على طول بدون نقاش، منتخب عرف يقفل على نفسه، عرف ازاي الروح الوطنيه يقويها اكتر جواه، عرفوا ازاي يشتغلوا الشغل الفني طبعا داخليا، فكل شيء انت ممكن تتكلم فيه لاي رياضه تانية تاخدها من الرجاله دول، واكيد طبعا ده لا يقلل اكيد يعني من أي منتخب وكمان برضو أي فريق آخر يعني في أي لعبة أخرى. طيب من كرة السلة نروح معاكم بقى إيه للجودو. منتخبنا الوطني لناشئين بقى الجودو فاز بكأس أفريقيا واللي طبعا بتلعب يعني دلوقتي في العاصمة الكينية نيروبي بعد بقى ما حقق 13 ميدالية متنوعة، وميداليات بقى مصر جت يعني في البطولات يعني جت كالتالي، جبنا 10 ذهب الحمد لله وجبنا كمان فضية واحدة واثنين برونز، علشان بقى مصر تحتل المركز الأول في الترتيب العام للبطولة بفارق طبعا كبير جدا عن أقرب منافس ليها. الميداليات بقى اللي احنا جبناها أو الذهب يعني جت عن طريق ياسمين صبرة تحت وزن 50 كيلو، ومحمد سعيد تحت وزن 55 كيلو، وعمار أبو هاشم تحت وزن 66 كيلو، وأحمد رسلان تحت وزن 81 كيلو، وحازم حسام تحت وزن 90 كيلو، أما زينب أحمد بقى فكانت تحت وزن 48 كيلو، وندى فايز تحت وزن 52 كيلو، وسجدة موسى تحت وزن 63 كيلو، وفريدة مجدي تحت وزن 70 كيلو، وصفا سليمان تحت وزن 70 كيلو برضو. أما بقى الميدالية الفضية فكانت عن طريق بقى مروان سالم في منافسات بقى تحت وزن 50 كيلو، وكمان حقق فارس إبراهيم البرونزية بتاعته برضو تحت وزن 60 كيلو، ومصطفى زياد البرونزية بتاعته برضو تحت 73 كيلو،
ودي كانت اخر يعني الميداليات اللي احنا حققناها الحمد لله. منتخبنا بيدربوا الاسطوره الاولمبيه طبعا الكابتن الكبير محمد رشوان، وبيعاونوا كل من بقى السيد ابو ميدان وكمان حاتم عبد الاخر ومحمد علي ومحمد محيي. طبعا الف مبروك لرجالتك يا كابتن محمد، بجد تستاهل كل خير، وطبعا شرف كبير جدا لينا كلنا كمصريين ان الكابتن محمد رشوان الاسم الكبير جدا يعني بانجازاته العظيمه طبعا اللي حققها يعني على مستوى الرياضه وكلاعب، النهارده بقى بيدعم وكمان بيدي بقى من خبراته الكبيره جدا اللي شافها على مشواره الرياضي للناشئين والشباب عشان يشربوا الكلام ده. وده بالنسبه لنا نشوف يعني طبعا الكابتن محمد رشوان هيفضل باسمه ومكانته طبعا الـ هو في حته لوحدها، لكن يبقى عندنا اكتر من محمد رشوان بقى من اجيال القادمه ان شاء الله، طبعا مع كامل احترام والتقدير ليك يا كابتن محمد. طيب من الجودة بقى نروح ايه للتايكوندو. سيف عيسى لاعب منتخبنا الوطني للجودو وكمان نجم نادي الصيد، حقق برضو انجاز كبير جدا بعد بقى ما تصدر التصنيف الاولمبي لوزن تحت 80 كيلو في التصنيف اللي طبعا هيصدر بدايه بقى الشهر الجاي ان شاء الله. سيف هيبقى اول لاعب مصري بيتصدر التصنيف الاولمبي للتايكوندو في وزن تحت 80 كيلو. سيف وصل للمرتبه دي بعد بقى المسيره الكبيره من النجاحات اللي طبعا يعني عملها وحققها في الفتره اللي فاتت، وكان منها ذهب دوره العاب البحر المتوسط في الجزائر، وبعد كده بقى ذهبيه طبعا بطوله افريقيا الاخيره واللي لسه خلصانه من ايام في رواندا. سيف عيسى من المواهب طبعا الكبيره، وقدر كمان انه يعني يحفر اسمه بشكل كبير وبحروف بقى من نور بعد ما كان قدر انه يفوز ببرونزيه اولمبياد طوكيو اللي فاتت، وقد ايه كمان الواحد يعني بيشوف ان مستواه بيتطور دايما، يعني هو ما اكتفاش ان انا الاولمبياد بتاعتي رحت لها والحمد لله جبت ميداليه، لا انا بكمل مسيرتي لسه قدامي كتير، مستقبلي لسه يعني ان شاء الله باهر بالميداليات بقى والبطولات الفتره المقبله. وطبعا مليون مبروك ليك يا سيف، انت من ابطالنا الواحد بجد بيفخر بيهم جدا، الف مبروك ليك يا سيفو. طيب من التايكوندو نروح معاكم بقى ايه للسلاح. مسؤولية الاتحاد الدولي للسلاح يعني برئاسة اليوناني إيمانويل كاتسيا داكيس أكدوا أن مصر بتنظم بقى بطولة عالم على أعلى طراز يعني، وأن بقى المسؤولين في الاتحاد المصري برئاسة عبد المنعم الحسيني قائمين بقى يعني بأحلى مجهود وعاملين شغل بجد متطور جدا ومقدمين كل وسائل الراحة لكل الوفود المشاركة في البطولة. وقال كمان انه يعني كان متوقع ان مصر هتنظم بطوله يعني البطوله بشكل يمكن مش بالشكل اللي احنا يعني شفناه ده، لا ده لقوه بشكل متميز جدا وبشكل يعني احترافي وعالمي طبعا بالنسبه للبطوله، وزي كمان ما احنا نظمنا قبل كده يعني بطوله العالم للشباب والناشئين، ولكن بقى المره دي يمكن احنا بننظم بشكل مختلف جدا وكمان بشكل مبهر بكل المقاييس. واكد كمان ان السلاح المصري يعني بيتطور بشكل كبير جدا وسريع، وكمان اللعيبه بتكتسب بعض الخبرات الكبيره، وان مصر كمان عندها لعيبه كبيره وكتيره الحمد لله قادرين ان هم يعني يحققوا انجازات كبيره ونجاحات كتيره ان شاء الله الفتره اللي جايه دي، وده شفناه. واكد كمان ان يعني مصر برضو ان هي شريك كبير جدا في النجاحات اللي بيعملها الاتحاد الدولي يعني للسلاح، ومصر كمان قدرت انها بتنظم بقى يعني معانا بطوله كبيره زي بطوله الجائزه الكبرى واللي اتلعبت اواخر شهر ابريل اللي فات بعد بقى يعني ما اعتذرت كولومبيا عن استضافتها. والبطوله دي بيشارك فيها 1060 لاعب ولاعبه من 105 دوله، طبعا كلهم بيتنافسوا يعني على جوائز مختلفه ومتنوعه يعني، لكن ليها شكل خاص اللي هو خاص كده ايه بشكل التاريخي بتاعنا الشكل الفرعوني المميز جدا. طيب من السلاح بقى نروح معاكم للريشه الطايره. طب مهم قوي برضو ده، ماشي يلا بينا. طيب منتخبنا الوطني طبعا الاول يعني للريشه الطايره سافروا فجر النهارده علشان بقى ايه نشارك في بطوله تركيا الدوليه للشباب واللي هتتلعب في الفتره من 20 لحد 25 يوليو اللي احنا فيه.
المنتخب هيشارك في البطوله دي ببعثه يعني مكونه من 8 لعيبه، وهم عمر زكريا وسيف عمر وكمان معاذ هشام ومحمد حجازي وجنى هشام وريم حسين وعلي عمر وكمان جنى هشام، ومعاهم الاء يوسف كمدير فني، وكمان بيعاونها هشام سليمان كمدرب عام، ومعاهم الكابتن محمد كمال القائم باعمال رئيس الاتحاد للعبه. البطوله دي يعني هتكون هي اعداد اكيد قوي جدا للاعبتنا، استعدادا بقى ان شاء الله لدوره الالعاب الافريقيه الرابعه للشباب واللي هتتلعب نهايه الشهر اللي جاي، وكمان بطوله العالم للشباب برضو اللي هتتلعب المفروض في اسبانيا يوم 10 باذن الله. برضو منتخبنا الوطني كان استعد يعني خلال الفتره اللي فاتت في معسكر مغلق بنادي الزهور، وده بعد موافقه المستشار محمد الدمرداش على فتح بقى ملاعب النادي، وكمان توفير بقى كل الخدمات كنوع من دعم الفرق القوميه. طبعا كل الشكر طبعا لحضرتك طبعا، وهي دي الروح المطلوبه، وان احنا نشوف عندنا كمان الملاعب بتاعتنا الحمد لله دلوقتي مجهزه باحسن شكل. فاللعيبه دي ان شاء الله برضو لما بتسافر اي دولة تانية بتروح اي بطولة برا مصر ما بتلاقيش فيه اختلافات، بالعكس كمان ده يكاد يكون احنا عندنا هنا في مصر يعني عندنا بعض الملاعب المجهزة بشكل افضل دلوقتي كبنية تحتية. فطبعا كل التوفيق ليكم يا ابطالنا وكمان لمنتخبنا. من الريشة بقى نروح معاكم ايه للخماس الحديث. الجهاز الفني للمنتخب الوطني الاول طبعا لمنتخبنا الخماسي الحديث اعلن خلاص المفروض القايمه يعني لفريق بقى اللي بتستعد للبطوله اللي جايه، وهي بطوله العالم للكبار واللي هتتلعب على ملاعب الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في اسكندريه، وده امتى بقى؟ هيكون في الفتره من 24 ولحد 31 يوليو اللي احنا فيه. مصر هتلعب البطوله دي بقائمه بقى مكونه من 11 لاعب، وهم ستة يعني لعيبة أو رجال يعني، وخمسة من السيدات. معنا إسلام حامد، معنا أحمد حامد، معنا أحمد الجندي، معنا مهند شعبان، معنا محمد الجندي برضو، معنا معتز وائل، هايدي عادل، سلمى عبد المقصود، وأميرة أنديل، وكمان ملك إسماعيل وزين عامر. البطولة دي هيشارك فيها المفروض يعني 43 دولة الفترات اللي جاية يعني، وبرضو هنشوف يعني الدول دي بمختلف بقى مستوياتها، اكيد برضو هتكون فرق قويه مش سهل، لكن برضو احنا كمصريين يعني ابطال الحمد لله لينا وضعنا ولينا برضو تقلنا ووزننا. بصوا هي المفروض البطوله دي كانت في الاول هتلعب في الصين على ما اعتقد يعني قبل بقى ما تنسحب منها، وكمان المكتب التنفيذي يعني الاتحاد الدولي يمنح بقى مصر يعني شرف استضافتها الحمد لله. هي مصر هي دايما دلوقتي بقت الملاذ بالنسبه للرياضه العالميه. عايزين ننظم بطوله السلاح في مصر قائمه على احسن وجه واحلى شكل، يعني حاجه بجد الواحد يفخر بيها جدا. بطوله اليد ايه رايكم؟ مصر بطوله العالم افريقيا اي حاجه انتوا عايزينها احنا جاهزين. احنا مستعدين. عندنا الرمايه اللي اتلعبت لسه من قريب برضو، عندنا كل الالعاب حتى كمان على مستوى الانديه، كره السله بنتكلم على كاس العالم للانديه لما كان طبعا شارك فيها الزمالك، عندنا بطوله العالم الافريقيه برضو الانديه اللي اتلعبت برضو في مصر. فكرني يا ناجي، احنا ما شاء الله عندنا بطولات كتيره جدا، الواحد مهما يقول بجد يعني الواحد بيبقى فرحان جدا وفخور جدا لما نلاقي القنوات العالميه بتذيع بطولة كبيرة وعالمية لأي رياضة من مصر هنا. الواحد دايما فخور ببلده، فخور بأبطالنا، فخور دايما إن احنا عندنا أجيال عارفة قيمة البلد دي وعارفة كمان قيمة الرياضة اللي بيلعبوها، وهم عارفين وشايفين المستقبل بتاعهم فين. ده دايما اللي احنا بندعمه ودايما كمان هنقف جنبهم بشكل أكبر. للأسف احنا كده إيه خلاص حلقتنا النهاردة خلصت معاكم، وأخبارنا كمان الرياضية المختلفة خلصت معاكم. أكيد أكيد أنا متفائل خير برضو الأسبوع اللي جاي أخبار رياضية جديدة ومختلفة ويكون فيها إنجازات كبيرة وجديدة لأبطالنا. الأسبوع اللي جاي على خير الساعة برضو 7:30، وبكرة ما تنسوش بقى إن شاء الله الساعة 6:30 وإنبوكس برضو حلقة جديدة. يلا سلام.